سيدتي لأنك سيدتي أستحق الحياة. محمود درويش. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. معانا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ رشدي الدقن، مدير تحرير جريدة روز اليوسف. أستاذ رشدي صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. هنبتدي جولتنا الإخبارية بتقرير من جريدة أخبار اليوم أعده الزميل أحمد حمدي، رئيس تحرير البرنامج ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، تحت عنوان العالم ينصت لصوت الحكمة من مصر، القاهرة قبلة زعماء العالم بحثا عن حل للأزمة. التقرير رصد الجهود المبذولة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء الأزمة من خلال اللقاءات المكثفة والاتصالات الهاتفية مع زعماء العالم لبحث وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. وجاء في التفاصيل منذ 7 أكتوبر واندلاع الأزمة في قطاع غزة ومصر على قبلة زعماء العالم، وهذا ليس جديد على القيادة المصرية، فالقضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014. بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها. أخبار اليوم تستعرض أبرز الاتصالات المعلنة التي تلقاها وتلقتها القيادة المصرية، والتي عبرت من خلالها عن موقفها الواضح والمحدد إزاء القضية. أستاذ رشدي، خلينا نتكلم على ما تقوم به مصر من جهود، وهذا هو فقط المعلن، يعني في حاجات غير معلنة مصر بتقوم بيها وبكثافة. وابتدأ في كلام بيتقال من موقف مصر، وخليني أقول أن موقف مشرف للغاية عن كثير من الدول، ولن أسمي دول. وتشعر، مش عارفة كده يعني، صلح لي دي، وتشعر أن مصر بدأت تأخذ العقاب نتيجة لهذا الموقف. خليني أقول لحضرتك بس يعني في الأول، يعني نترحم على شهدائنا، والاجتياح البري المحدود أو الذي فشل بالأمس يعني يؤكد صمود الشعب الفلسطيني. لكن الدور المصري 35 اتصال وفقا للرصد، يعني 35 اتصال تليفوني، عشرات اللقاءات. القاهرة بتتحرك في هذا الملف عبر 4 مسارات محددة: المسار الفردي وهو القائم على الدعم الاقتصادي والمعونات، و 106 شاحنة وقفوا على المعبر 4 أيام لحد ما بدأوا يدخلوا. المسار الثاني هو مسار ثنائي، لقاءات مع قيادات الدول التي علمت أن الحل، أن القاهرة هي عاصمة الحل، وأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بوجود مصر. مصر بتأكد في كل اللقاءات على الأساسيات أو المواقف الثابتة للخارجية المصرية أو للدولة المصرية بشكل عام: حل الدولتين على حدود 67، القدس عاصمة لفلسطين، وكمان التحذير المصري أن لن تفرغ القضية من محتواها. المسار الثالث كان على المنظمات الإقليمية، إفريقية، الاتحاد الأوروبي. المسار الرابع على بشكل أوسع مجموعة الـ20 والبريكس. دي الـ4 مسارات اللي بتتحرك فيها الدولة المصرية لتحقيق هدف واحد: حماية الفلسطينيين رقم واحد، وقف إطلاق النار. وأنا كنت سامع حضرتك في البداية على الخبر العاجل اللي جاي بوقف إطلاق النار وفقا للمقترح العربي يعني، وللأسف يعني كثير من الدول العربية زي ما حضرتك أشرتي أو لمحتي لم يكن معنا في هذا القرار للأسف الشديد، رفضت يعني القرار صحيح يعني. والتاريخ لن يرحم أحد. هما دولتين عربيتين بدون ذكر أسماء الدول يعني، لكن في كل الأحوال التاريخ لن يرحم أحد، والعالم كله يعلم من وقف مع القضية ومن كان ضد القضية وما المصالح التي فعلت في هذه المرحلة والمكاسب الشخصية أو المكاسب الأنية. أستاذ رشدي، ممكن أقول خبر عاجل أن في مواجهات الآن بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في مدينة البيرة بالضفة الغربية، يعني هو مش بس غزة، وهو شغال على الضفة الغربية برضه، يعني شغال على الاثنين، بس يمكن الضفة أخف حدة من غزة. لو تسمحي لي بس هعلق في الجزء ده. تفضل. هو الهدف الضفة الغربية وليس الهدف غزة. عملية التهجير أو مشروع الشرق الأوسط الكبير
هو مشروع قديم مش جديد بالمناسبة، واتعرض على مصر 4 مرات، وفي ال4 مرات اترفض. في 84 السيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الله يرحمه رفض هذا القرار. كان العالم يعتقد أنه مازال في الحكم جديد ويريد هدوء في الدولة المصرية بعد اغتيال الرئيس السادات، لكن الرئيس مبارك رفض حتى مناقشة القرار. الفيديوهات كلها موجودة دلوقتي، بيتم تداولها على الفيسبوك نعم صحيح. في 94 برضو اتعرض نفس الموقف، تبادل أراضي، والمشروع اتقدم بأكثر من فكرة يعني. وفي 2003 تم تكرار نفس الموضوع بعد اجتياح العراق، وكأن في تهديدات للدولة المصرية. وفي كل الأحوال يعني هذا موقف للرئيس مبارك لابد أن نذكره. والآن الدولة المصرية تسير في نفس النهج، هذه أساسيات الدولة المصرية. فخامة الرئيس السيسي لما تحدث عن عملية تفريغ القضية لم يتحدث عن تهجير غزة فقط، الهدف هو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وإلى مصر، ويبقى هناك أرض بلا شعب. الفكرة العامة ليه غزة وليه هم الهدف الأكبر بتاعهم مش غزة؟ غزة ليست أرض الميعاد لليهود وفقا للتوراة، الأرض الملعونة دي بالنسبة لهم الأرض الملعونة اللي سجنوا فيها الفلسطينيين. نعم. لكن الناحية الأخرى هي الساحل اللي هو الأرض المعاد اللي هم محتاجينها. وأعتقد يعني برضو زي ما حضرتك بتقولي في السوشيال ميديا هتلاقي نتنياهو بيتكلم في الحكاية دي كتير، و يعني في الرسائل اللي هو أو بيحلم بها أو بيتمناها ولن تحدث على الأرض يعني. ففكرة ان هم هيوصلوا لرام الله والضفة وهيحاربوها، هيحاربوها يعني. ليس هناك فلسطيني بعيد عن الإسرائيليين او عن الكيان الصهيوني، وليس إسرائيل هي دولة احتلال، دولة كيان صهيوني، دولة معتدية. يعني ممكن ان نتحدث كثيرا فيما فعلته طوال التاريخ، عدم احترامها للمواثيق الدولية، عدم احترامها للقوانين، استخدام القوة والإفراط في العنف طوال الوقت. هي لا تحترم إلا القوي، والعالم كله الحقيقة لا يحترم إلا القوي. لذلك ليست غزة هي الهدف فقط، وليس تهجير الفلسطينيين إلى مصر هو الهدف فقط. الهدف تفريغ المنطقة بالكامل وتفريغ القضية من محتواها، ويعني بداية حلم إسرائيل الكبرى. وده بيتكرر على مدار السنين، وفي كل مرة بيفشل المخطط لكنه لا يموت، بيبدأ يظهر بشكل آخر. طيب في سؤال يعني دايما، لماذا الآن؟ لماذا الآن يعني يوم 7 أكتوبر حماس قامت بعملية صحيح. وما أكثر العمليات اللي بتحدث يعني، مش بس حماس والقسام والجهاد و و و و وتفجير أوتوبيسات و بس هي طبعا عملية يوم 7 أكتوبر كانت أكبرهم يعني وأكثرهم إهانة للجيش الإسرائيلي. لكن لماذا الآن قررت إسرائيل أنها تقوم بهذه العملية بهذا الحصار بكل ما يحدث الآن على أرض غزة؟ هنرجع لنفس الفكرة، إسرائيل الكبرى أو أرض الميعاد. هو العالم يعيش حالة ارتباك شديدة جدا، والإسرائيليين أو الصهاينة تحديدا يعني يجيدون استخدام أو يجيدون التحرك في هذا الجو وهذه الأرض. لذلك هو الميعاد بالنسبه لهم كان مناسب جدا في فكره حتى اجتياح غزه. وخلينا نتكلم في اجتياح غزه ده شويه يعني. انا رايي الشخصي ان الاجتياح سيكون محدود، هناك 2.5 مليون البري تقصد؟ الاجتياح البري، 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزه. هي المعلن من دوله الكيان الصهيوني ان تفريغ غزة من حماس أو القضاء على حماس. لكن خليني يعني نبص لده على الأرض ممكن يحصل إزاي. علشان تقدر تعمل ده وتدخل غزة هتبقى حرب شوارع أنت مش مستعد ليها، ستخسر كثيرا. وأنا أعتقد أن الخسر الأكبر من هذه المعركة بعد نهايتها سيكون نتنياهو. فيما يخص تفريغ غزة من حماس، إزاي هتنقيهم؟ إزاي هتعرف أن دول حماس؟ أنت مش هتروح من بيت لبيت تدور على الشباب في وسط 2.5 مليون وعشرات الآلاف أو مئات الآلاف ستضطر للقبض عليهم وتهجرهم لإسرائيل علشان أو ترحلهم لإسرائيل علشان تحقق معاهم. ده واقع يعني عبثي، يعني واقع عبثي لما نبص له بشكل حقيقي ده واقع عبثي. لكن أنا رأيي أن هو هيعمل عملية محدودة، بيحاول يحرك الأرض فيما يخص السياسة والتفاوض، بيحاول يعني يثبت وجوده. هناك خلافات أيضا ما بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي فيما يخص العملية كلها. الهدف الرئيسي أن الحرب أو التحرك
يؤدي إلى مفاوضات هو يريد أن يتمركز بشكل جيد في مفاوضات قادمة. هذا السوء ورغم كل هذه القتامة ورغم كل هذا الظلام المحيط بالقضية يعني، إلا أن بداية حل القضية الفلسطينية سيكون هنا، والدولة المصرية هي التي ستكون فاعلة في هذا الملف، والدولة المصرية مدركة تماما أن ما حدث الآن هو بداية لوجود حل على الأرض. العالم الآن يعرف جيدا قيمة مصر في حل القضية، العالم يعرف جيدا أنه لا أمن ولا سلام طول ما هناك ليس هناك دولة فلسطينية على حدود 67، وطول ما هناك اعتداءات إسرائيلية غاشمة أو اعتداءات صهيونية غاشمة من دولة الكيان الصهيوني. نعم، أنا عندي خبر عاجل قبل ما أكمل، إن هناك محتجين على حرب غزة يغلقون محطة جراند سنترال في نيويورك. نيويورك يعني أنا بتكلم على عاصمة المال والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. طالما بنقول عاصمة المال والأعمال والبنوك والبورصة وول ستريت وو، يعني أنت بتتكلم على الشق اليهودي في الولايات المتحدة. فإن محطة جراند سنترال اللي ما يعني اللي راح نيويورك هي من أكبر المحطات الرئيسية للأندر جراوند عندهم، فمعنى إن هم في محتاجين ابتدوا يغلقوا في نيويورك، ده شيء مهم يعني، ده لأن التجمع اليهودي كبير هناك في نيويورك. هو الحقيقة يعني مش عايز أشكر التجمع اليهودي، للأسف الشديد يعني ليس هناك تجمع عربي. خليني أقول لحضرتك إن 252 مليار دولار سندات عربية في الخزانة الأمريكية ديون. خليني أقول لحضرتك إن تريليون يعني بالتريليونات مش بالمليارات الدولارات استثمارات عربية في أمريكا وأوروبا، كان يمكن أن تكون ورقة ضغط قوية جدا. ولكن للأسف الشديد زي ما حضرتك تفضلت يعني وقلنا في الخبر بتاع الدولتين اللي ما رفضوا التصويت أو امتنعوا عن التصويت، هناك تخاذل شديد فيما يخص هذه القضية. الجميع يريد أن يصدر القاهرة ويصدر الأزمة للقاهرة فقط لا غير، والجميع ينفض يده من القضية، ثم عبر منصاته وعبر السوشيال ميديا ويدعون البطولة الشديدة. نعم. طيب خليني أنتقل لخبر آخر بما أن احنا اتكلمنا في الموضوع ده. أكد العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح أمس الجمعة الموافق 27 من أكتوبر 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابة. أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية. أستاذ رشدي، خليني أقف عند الحتة دي لأنها حتة مهمة قوي منذ أيضا الأمس. يعني إحنا دولة شابة، الشباب فيها عددهم 60 كبير 60%، وأغلب الشباب بيحبوا البلد وخايفين على البلد، وكلنا مصريين ووطنيين جدا، وأي حاجة بتحصل لمصر أكيد بنبقى متضايقين. لكن في هذه الظروف وما يحدث حولنا يعني طبعا الشباب ساير زعلان تأكيد، لكن السياسة ما فيهاش هذه الثورة. صحيح. والسياسة ما فيهاش هذا خليني أقول الطوفان من الغضب اللي جوه الشباب. صحيح. وسياسة ضبط النفس في هذه الفترة هي من أهم العوامل المهمة للحفاظ على البلد. يعني أنا بحاول أختار، لأنه والشباب ممكن يزعل مني وهلاقي ناس كتيرة بتنتقدني وإنتي مش وطنية وإنتي مش خايفة على بلدك. لا، أنا من خوفي على بلدي. صحيح. بقول ان سياسه ضبط النفس في المحيط اللي حواليا في اللي بيحصل، لان ممكن بالغضب والده انا ممكن اخسر حاجات. صحيح. وانا مش عايزه اخسرها. يعني نقول ايه للمشاهدين وللساده المشاهدين؟ لانه منذ الامس تحديدا ابتدى الاقي سواء بقى على تيك توك سواء على فيسبوك سواء على انستجرام على كله على اكس ابتدوا يكلموا هو انتوا فين، هو دي مصر، الكلام اللي حضرتك بتشوفه. صحيح.
لا يا جماعة السياسة مش كده خالص خالص، يعني هي السياسة مش عركة في حارة. أنا صحيح. مش رايحة عركة في حارة وهخلصها وارجع صحيح. يعني لأ، ده بلد، ده وطن صحيح. يعني لازم الموضوع يبقى بتفكير وتأني. خلينا بس نفرق بين حاجتين في ما يخص هذا الشباب الوطني، سواء ده مش تقليل من وطنيته، لا لا خالص، ده انا بس عايز افرق ان في ناس مغرضه، في جزء مغرض على السوشيال ميديا بيحاول توريط الدوله المصريه بشكل او باخر، وفي شباب زي ما حضرتك قلت كده انا بحب بلدي وشايف ان اللي حصل ده على فكره، يعني تحديث للخبر في المتحدث الرسمي للقوات المسلحه طلع بيان باللي حصل في التحقيقات، وان هم كانت مسيره وفي جزء يعني كان يعني مخلفات، حاجه من اللي اتضربت في الجو والثانيه سقطت يعني، بس هي مقوله الهويه لغايه دلوقتي، مقوله الهويه حتى نعم. الان نعم، لكن خليني اقول لحضرتك ان كتاب فن الحرب، يعني اللي عايزين يعني لو عايزين تتكلموا على الحرب اقروا كتاب فن الحرب. عليك ان تختار الارض، الميعاد، الوقت، الوسيله، هنا يكتب لك الانتصار، بدون ذلك لن يكتب لك الانتصار. خلينا اقول كمان ان الدوله المصريه مش بس في حركات الاستفزاز التي حدثت للدوله المصريه على مدار العشر سنوات الماضيه، يعني الدوله المصريه تستحق نوبل في ضبط النفس. خلينا اقول كمان ان الدوله المصريه بتتعامل مع الملف بشكل مختلف. الدوله المصريه قادره على صياغه رؤيتها واتخاذ مواقف حاسمه، الدوله المصريه بتتحرك في كل ملف من الملفات بتأني شديد وبخطوات محسوبة جدا وبخطوات مصرية، وهذا نظام وطني عظيم يحافظ على الدولة المصرية. وخلينا أقول ببساطة وبقوة وبوضوح جدا، ولو حتى لو الناس هتزعل وهتشتمنا على السوشيال ميديا، الجيش المصري لحماية الأرض المصرية، لحماية الشعب المصري، ده رقم واحد. رقم اتنين، الأمن القومي العربي، الجيش المصري هو اللي حامي الأمن القومي العربي بالكامل. أما بقى يعني عفوا يعني للمثل، يعني اللي مش قادر يطلع من نيش بيتهم كوبايه يحطها على الترابيزه من غير ما يستأذن هيحدد للدوله المصريه مساراتها عبر السوشيال ميديا؟ يعني ده كلام يعني غث لا يستحق المناقشه. وده لا يقلل، عشان بس برضو لان انا عارفه ان الخبر ده باللي احنا قلناه ده في ناس كتيره هتتكلم، بس انا عايزه اقول لا تقلل من وطنيتي، لا خالص خالص، ولا وانا لا اقلل من وطنيه احد، ولا اقلل من وطنيه احد، ولكن انا بقول من خوفنا على صحيح. بلدنا احنا لازم الموضوع ما يبقاش هو مش عنفوان شباب او مش صحيح. حجري واعمل وضربتني قلم فانا حجري لك ورا عشان اضربك القلم زيه، لا انا لازم افكر، لازم اهدى، لانه انت اطراف كتيره حواليك انت مش عارف صحيح. يعني احنا مش عارفين، انا معيش كل الاوراق كامله صحيح. ولا اي حد فينا معاه الاوراق كامله، ولا حد مطلع على كل حاجه. اعتقد ان القياده السياسيه فقط هي من تملك المعلومة الكاملة، لكن أنا ما عنديش المعلومة كاملة صحيح، ولا أي حد عنده المعلومة كاملة. وخليني هنا أوجه برضو التحية للشعب المصري كله، نظام وحكومة ومعارضة في مواقفها في القضية دي تحديدا صحيح، يعني الشارع المصري كله ملتف حول القيادة السياسية، هذا وقت الالتفاف وليس وقت الخلاف. احنا نختلف حوالين قضايا، نختلف حوالين رؤية، لكن لا نختلف حوالين وطن، لا نختلف حوالين نظام هو وطني بامتياز ويحافظ على كيان الدولة المصرية بامتياز. والخلاف في وجهات النظر يعني لا يفسد الود قضية زي ما بيقولوا يعني، لكن حضرتك شايف ان ده من وجهة نظرك دلوقتي نتحرك وفين جيشنا وفين الكلام اللي بنسمعه على السوشيال ميديا طول الوقت صحيح. لكن تأكد ان جيشك قوي جدا، تأكد ان جيشك قادر على تغيير الموازين والمخططات التي تحاك حوالينا، تأكد ان احنا دولة حواليها ملتهب من جميع الاتجاهات، الجنوب والشرق والشمال والغرب، يعني دولة تعيش في اجواء ملتهبة جدا، وعليها انها بتتصرف وفقا لمفهوم الامن القومي المصري، وهو امن القومي المصري معقد جدا ومرتبط بالامن القومي العربي بشكل او باخر. اذا هناك اشياء لابد ان نعرف اننا امام موقف كبير، موقف لا يؤخذ ببساطة أو يعني زي ما حضرتك قلتي بعنفوان الشباب وبحماس الشباب اللي هم مشكورين عليه برضه، يعني في كل الأحوال هم مشكورين عليه. ما هو الرئيس قالها، نحن نتصرف بوعي وحكمة، والوعي والحكمة إن أنا لما تبقى في عاصفة
لازم اقفل على نفسي لغايه ما تعدي العاصفه اللي انا موجوده فيها. صحيح. عشان ما يبقاش في خسائر، او حتى لما يكون في خسائر باقل الخسائر الممكنه. وخلينا اقول لحضرتك الحقيقه ان احنا في العاصفه دي مؤثرين واقوياء، ونوجه العاصفه كيفما نشاء. صحيح صحيح. طيب انتقل لخبر اخر، حيث اكد المتحدث باسم وزاره الصحه الفلسطينيه بقطاع غزه الدكتور اشرف القدره ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى 7326، مطالبا بضروره اتخاذ اجراءات فوريه وعاجله لاستعاده المنظومه الصحيه المنهاره. كما اكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي ان بيان القمه الاوروبيه حول العدوان على غزه جاء غامضا ومخالفا لتطلعات الشعوب الاوروبيه نفسها، موضحا ان البيان الاوروبي لم ياتي على حمايه المدنيين ووقف اطلاق النار وادانه الهجوم الوحشي الاسرائيلي على المدنيين. يا دكتور اشرف، ماذا تتوقع من الاتحاد الاوروبي؟ يعني انت كنت متوقع ان هم هيقولوا الكلام ده، لكن خليني اقف عند هذه الكارثه الانسانيه. يعني انا بتكلم على القطاع الصحي في غزه. القطاع الصحي في غزه احنا كلنا تابعنا المستشفى المعمداني لما تم قصف ال 500 شهيد، تم قصف الوقود، خلاص ما بقاش في المستشفيات. العديد من اللوازم الطبيه، في عمليات بتتعمل بدون بنج للناس. صحيح. بيبقى في اختيارات نعمل لمين ونسيب مين و و و وبداوا بالامس يتحدثوا عن المستشفى الوحيد المتبقي في غزه. صحيح. بداوا يتحدثوا ازاي بقى؟ انا بتكلم على الجانب الصهيوني. ابتدى يقول لك انه حماس عامله انفاق تحت وفيها اسلحه وفيها تحت المستشفى، ولا وهم بيودوا مرضاهم وكده تحت المستشفى. هذا المستشفى منذ سنه 1946. صحيح. هو مجمع طبي وليس طبيعي. مستشفى، مش مستشفى ميداني عاجل، ده موجود طول الوقت. طيب يعني مصر كانت، خليني اقف عند النقطه دي، مصر كانت كل همها دخول الشاحنات لأن فيها مستلزمات طبية، مستعدة بمستشفى ميداني ومحضرة الحاجة، المستشفيات ميدانية. وعشان تبقى عارف أنه في عوائق حتى الآن، يعني الموضوع ليس بهذه السلاسة. صحيح. لدخول الشاحنات والمساعدات. يعني والمساعدات. طيب يعني ماشي، الكيان الصهيوني بيحارب حماس، بيقتل مدنيين في الوسط، بيعمل كل ده. طيب انت ليه واقف عند المساعدات؟ ليه واقف عند المساعدات الطبية؟ صحيح. انت واقف عند الوقود. صحيح. اوكي، انت عشان الوقود ما يروحش الحماس، يعني انا على حسب كلامه بقول. صحيح. طيب المساعدات الطبية، المساعدات الغذائية، لان الناس دي لا عندها فران ولا عندها شوية. انها ولا مية ولا اكل. صحيح. ولا ادوية ولا مستلزمات طبية. دي إبادة، إبادة جماعية، ده حقيقي. خليني أقول لحضرتك بس، يعني أرجع لبداية السؤال، ماذا ننتظر من الاتحاد الأوروبي؟ صفر كبير، لا شيء. لا يعني أنا لا أعمل في هذه المنظمات ولا في هذه الأشياء. وخليني أكون يعني هنا أشير لمثلا القرار 149 لسنة 48. هذا القرار يعني أعتقد ناس كتير مش عارفين عنه. القرار 149 لسنة 48 اللي على أساسه الأمم المتحدة قبلت بتوصية من مجلس الأمن إسرائيل دولة في الكيان. تمام. هذا القرار ينص صراحة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم ويعودوا لمدنهم وقراهم. هل حدث هذا؟ يعني إحنا لو تمسكنا الآن بالقرار 149، ما ليس هناك دولة اسمها إسرائيل. يعني الأمم المتحدة ليس فيها دولة اسمها 149 اسمها إسرائيل، لأن القرار 149 لم ينفذ. فالآن هو مجرد يعني بروباجندا، مجرد تعاطف، يتحدثون عن المعونات ويتحدثون عن الإنسانيات والمعبر، معبر رفح وبالمناسبة مفتوح طول الوقت، يضرب أربع مرات فما فيش طرق تدخل، يبدأ الضغط على سكان القطاع علشان يتوجهوا نحو المعبر علشان يعمل لك أزمة ويصدر لك أزمة، وتبدأ أصوات تقول لك افتحوا المعبر، هو الحقيقة مفتوح، يعني المعبر مفتوح لم يغلق. لكن في طول الوقت الدولة الصهيونية أو الكيان الصهيوني بيضرب المعبر، بيضغط على الفلسطينيين،
أو على أهالينا في غزة علشان يعملوا تكتل في المكان. هناك يعني عفوا يعني وأرجو أن تسامحوني يعني بالتأكيد هناك خونة ومتآمرين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأرض الفلسطينية بالتأكيد، زي كل أي شعب في الدنيا فيه الصالح والطالح، وهناك من يعني يحاول إشعال الموقف أكثر وأكثر. لكن في كل الأحوال الخاسر الرئيسي هو 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، المستشفيات يعني في حالة مزرية جدا، حتى المعونات أو المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل جيد، وإذا وصلت حتى إذا وصلت فهي مساعدات لا تفي جرحى وقتلى وعمليات كبيرة. الوقود إذا كانوا واقفين على الوقود، الوقود لا يصل للمستشفيات، إذن ليست هناك عمليات جراحية بشكل كبير، ليست هناك إغاثة بشكل كبير للأطفال. وشفنا 500 مريض بيموتوا في قصف، شفنا أن الحجج الإسرائيلية أو الحجج الصهيونية طول الوقت بتتحدث عن أمنهم أو تأمينهم، والحقيقة هم يبيدون غزة، يبيدون الشعب الفلسطيني إبادة جماعية. هذه جرائم حرب، نتنياهو مجرم حرب. يعني دعيني أقول لحضرتك أن ما يحدث وفقا لكل الأعراف الدولية ووفقا لكل القوانين هي جريمة حرب، جريمة حرب يجب أن يعاقب عليها كل الإسرائيليين وليس نتنياهو فقط. امبارح يعني لما حصل أستاذ رشدي، لما حصلت الهجمة الشرسة اللي عملها الكيان الصهيوني اللي هي كانت بالأمس، ما قطعوا الاتصالات، هناك صورة شاهدتها من أقصى الصور اللي تعبتني نفسيا، لأنه لما حصل قطع الاتصالات المستشفيات مع وزارة الصحة مع هيئة الإسعاف، الصورة عبارة عن عربية إسعاف والمسعفين قاعدين على الأرض لأنه هم ما بيتلقوش مش عارفين يوصلوا بالزبط. مش عارفين فين صحيح. فالمسعفين قاعدين قدام عربيات الإسعاف ويبكوا صحيح مش عارفين يعملوا إيه، يعني مش عارفين يروحوا إزاي ولا يروحوا فين ولا يتم توجيههم فين. فحتى دي هم أبسط. مش عارفين يعني أنا مش عارفة أروح حتى أشيل جثة أساعد في أن أنا أشيل جثة أو أنقذ طفل أو أنقذ مسن أو مسنة أو شاب مصاب، حتى لو كانت العمليات بهذا المنهج هي حرب، هي ليست حرب الحقيقة، هي حرب من اتجاه واحد أو إبادة جماعية من اتجاه واحد. الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا غاليا لتجاهل أو لصمت مريب وغريب من العالم، وللأسف جزء عربي من هذا العالم يصمت ويتآمر و يحرض بشكل أو بآخر أو حتى بموقفه السلبي ضد الفلسطينيين. ما يحدث في فلسطين أتمنى أن ينتهي سريعا، وأتمنى أن تخرج القضية أو يخرج الفلسطينيين منتصرين، دفعنا ثمنا غاليا، الشعب المصري أيضا دفع ثمنا غاليا، ودفع ثمنا غاليا على مدار تاريخ القضية الفلسطينية، والآن ندفع ثمنا غاليا أيضا، ندفع ثمنا غاليا بضغوطات شديدة، بحرب كبيرة علينا اقتصاديا، ب يعني التصنيف الائتماني، البنك الدولي، كل الحروب الاقتصادية التي نراها الآن هي جزء لا يتجزأ من موقفنا. وزي ما كنت بقول من شوية، في كل مرة اتعرض علينا في الأربع مرات يعني مشروع الشرق الأوسط الكبير، كانت الحياة وردية وسيتم ضخ مليارات وسيكون هناك حياة مختلفة وستكون هناك انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري، لكن مصر لا تقايد على يعني لا تتفاوض حول القضية إلا في اتجاه واحد، دولة فلسطينية على حدود 67. طيب يعني نتمنى كل الخير لشعبنا الشقيق في فلسطين. بالتأكيد نتمنى لهم كل الخير، ونحسب الشهداء عند الله نحسبهم شهداء عند الله، ونتمنى سريعا أن يكون هناك مواقف عربية حقيقية، مواقف عربية قوية، مواقف عربية تقود نحو حل جذري لهذه الأزمة التي لا سلام ولن يكون هناك سلام إلا بحل القضية الفلسطينية. صحيح. أستاذ رشدي الدقن، مدير تحرير جريدة روزا اليوسف، أنا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، ما زالت تغطيتنا مستمرة، فاصل وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم.